وللمرة الثانية وخلال 9 أشهر استهدفت أوكرانيا جسر القرم الاستراتيجي بمسيرتين، وموسكو تندد بالقصف واصفة نظام كييف بالإرهابي. أما بوتين فتوعد برد قاس بعد أن أقر بضعف الإجراءات الأمنية الروسية في الجسر مطالبا بتشديدها هناك. ولكن ما أهمية الاستهداف الأوكراني لجسر القرم؟ هذا الجسر هو الأطول في أوروبا وحلم قديم لروسيا حوله بوتين إلى واقع ليصبح نقطة الوحيدة التي تصل شبه جزيرة القرم بروسيا بعد أن ضمتها إليها عام 2014. وبالتالي لجسر القرم رمزية كبيرة لدى الروس، وأي استهداف يعد ضربة موجعة لروسيا. طريق الجسر تتكون من طريق وسكة حديد منفصلتين، كلاهما مدعوم بركائز خرسانية، ما يفسح المجال لمسافة أوسع مدعومة بأقواس فولاذية عند النقطة التي تمر فيها السفن بين البحر الأسود وبحر أزوف. موسكو تعول على مشروع القرن كما تحب أن تصف جسرها، لأنه طريق إمداد رئيسي للقوات الروسية في معركة تعتبرها موسكو وجودية. وللجسر أهمية أيضا كونه يقوم بتزويد الوقود والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات إلى شبه جزيرة القرم، حيث يعتبر ميناء سيفاستوبول القاعدة التاريخية لأسطول البحر الأسود الروسي. أما سبب استهداف كييف للجسر بمسيرتين يعود إلى صعوبة الوصول إلى الجسر بطرق أخرى كما تقول كييف. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.